عندنا النهارده 6 كوبايات دقيق، يكون يفضل انه يكون دقيق مخصص للبيتزا او المخبوزات او يبقى متعدد الاغراض او متعدد الاستخدامات. هنحتاج 3 معالق كبار دقيق، ده غير ال6 كوبايات، تمام؟ معلقه كبيره من اللبن الباودر ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه، كمان هنحتاج 4 معالق كبار من الزبده الطريه اللي هي بدرجه حراره المطبخ، بيضايه، كوبايه حليب دافي، هنحتاج كمان كوبايه ميه، 3 معالق كبار سكر، ونص معلقه صغيره من الملح. دي مكونات العجينه بتاعتنا، تمام؟ هنحتاج كمان الحشوه بقى. الحشوه زي ما قلت لك تقدري تحشي حلو، تقدري تحشي حادق، زي ما تحبي تقدميها. احنا النهارده حشوه حادقه تنفع فطار، عشاء، غدا كمان، زي ما انتوا عايزين. وهنحتاج ايه؟ شويه فلفل الوان، زيتون شرايح، قطع بسطرمه لو متاحه، او قطع سوسيس متشوحه، او قطع سجق متشوحه المتاحه عندنا او من غيرهم خالص. عندنا ميكس جبن طبعا، وعلشان ندهن وش الفطاير بتاعتنا النهارده وتحمر وتاخد لمعه حلوه كده، فهنحتاج بيضايه مع 2 معالق كبار من اللبن ورشه من الحليب، سوري، من القهوه سريعه الذوبان. خلصنا المقادير، يلا بينا نروح على طريقه التحضير. بدايه كده تعالوا نعمل حاجه على النار الاول. يقال يعني انا لما عملتها من كام سنه فاتت لقيت ناس بتقول لي لا دي مش العجينه اليابانيه، دي العصيده الصعيديه، يعني بتتعمل في الصعيد من زمان ان هي بتظبط العجينه، فبيعملوا حاجه زي العصيده كده تضاف للعجينه علشان تديها قوام هش اكتر وتبقى عامله زي محسن العجين. فانا عايزه اسال حبايبي بقى اللي في الصعيد، جاوبوني كده قولوا لي ايه رايكم في الموضوع ده. انا خدت الدقيق وهاخد معاه كمان الميه. فين كوبايه الميه كنا معايرينها؟ اهي انا خدتها اصلا. ماشي، وادي الدقيق، وتعالوا نروح يلا نولع البوتاجاز. حلو قوي. وهنجيب كده مضرب، احط هنا كوبايه الميه، طبعا كوبايه الميه بارده، 3 معالق كبار دقيق هيتضافوا على طول. انا ما عنديش ولا معلقه. طيب، كان نفسي اعيرهم قوي، وابتدي اقلبهم وهم لسه باردين تماما، يعني لسه الميه بارده خالص علشان الدقيق ما يكتلش معايا. ادوبه الاول كده، وهتبتدي طبعا الحراره دلوقتي تعلى، ويبتدي يحصل ايه؟ يحصل ان الدقيق والقوام اللي قدامي ده يتقل ويلف معانا، تمام؟ وناخد كده زي ايه؟ مهلبيه بالمعنى السهل بتاعنا كده، تبقى عامله زي المهلبيه بالظبط. فهقلب خلاص كده، زي ما انتم شايفين مبقاش في اثر للدقيق ولا تكتلات ولا الكلام ده كله. وهتبتدي بقى السخونيه تعمل معانا بقى قوام للخليط اللي قدامنا ده، تمام؟ حاسه ان انا هحتاج ميه شويه، عشان كده كنت عايزه اعاير الدقيق. يبقى هي كوبايه الميه، تمام؟ هتحطي عليها 3 معالق من اللي بناكل بيهم دقيق، طبعا مش عامله هرم ولا حاجه، 3 معالق كده. فانا هزود بس شويه ميه ونكمل بقى تقليب على بال ما تبتدي الحراره ترتفع هنا وتبتدي تسخن معانا والخليط يبتدي كده يتقل معانا. تعالوا نروح بقى للعجان، بسم الله، ونحط في العجان الدقيق اللي هم 6 كوبايات. بسم الله الرحمن الرحيم. هضيف عليهم بقى الخميرة، معلقة كبيرة من الخميرة، 3 معالق كبار من السكر، اتفضلي، معانا معلقة كبيرة من اللبن البودر. نرفع بقى من على النار، نسيبها بقى تهدى كده واحنا بنشتغل في العجينة بتاعتنا. احنا حطينا هنا 6 كوبايات دقيق، معلقه كبيره خل سوري معلقه كبيره خميره، 3 معالق سكر، ومعلقه كبيره من لبن بودر، ونحط كمان نص معلقه صغيره من الملح، ونغطي ونقلبهم مع بعض. بعد ما قلبنا الخليط ده مع بعضه، تعالوا بقى نضيف ايه؟ عندي هنا الحليب، تمام، وعندي كمان البيضايه والزبده
بصوا كده العجينه اتهوت شويه اللي هي دي، تمام، المحسن بتاع العجينه بتاعتنا النهارده. بصوا خلاص هوتها كده والدنيا تمام. هبتدي انزلها بقى تكون لسه فيها شويه سخونيه. شويه السخونيه دول اللي هينزلوا بقى يظبطوا معايا الزبده، يظبطوا معايا العجينه، يخلوا العجينه تخمر سريعا، بس ما تكونش لسه خارجه من على النار، يعني تكون ايه هديت شويه من الحراره اللي فيها. هنزلها بقى وابتدي بقى اخلط المكونات دي كلها مع بعض او اعجنها مع بعض كويس قوي. تمام بالشكل ده، هايل جدا. يبقى احنا كده حطينا كل المكونات بتاعتنا، الاول الحاجات الجافه قلبناها مع بعض كويس قوي، كنا عاملين الخليط اللي هو دقيق وميه على النار، وكمان حطينا الزبده اللبن البيضه. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم، نضرب بقى. حابه اوريكم شكل العجينه دلوقتي واحنا شغالين. بصوا طبعا لسه حتى الزبده فيها قطع ايه مسحتش، بس الدنيا تمام. والعجينه بصوا قوامها حلو قوي، محتاجه بس تقعد تتعجن معانا شويه حلوين كده، حوالي يعني ايه نقول 8 دقائق 10 دقائق عشان تطلع معاكي عجينه مميزه قوي. يا خبر ريحتها حلوه جدا جدا. خلصنا العجينه بتاعتنا وبقت معانا بالشكل ده. بصوا عجينه تحفه طريه كده، بصوا عامله ازاي، بصوا يعني سهل جدا كده ايه نتحكم فيها، وفي نفس الوقت ما بتلزقش تلزيقه عاليه. بس كده هناخدها بقى نكعورها كده ونكورها تمام بالشكل ده، ونحطها في طبق غويط عشان نخمرها. طبق يكون يعني ياخدها وبزياده حبتين ثلاثه علشان تخمر وترتفع براحتها. العجينه دافيه، والدفى اللي جالها ده طبعا اللبن اللي احنا عاجنين بيه لبن دافي، وكمان العجينه اللي احنا عملناها على الهواء اللي هي على النار دي كانت محطوطه برده الى حد ما سخنه، فكل ده خلى العجينه معانا دافيه، وده اللي بيساعد في تخمير العجينه على طول. عايزه اقول لكم طبعا العجينه دي مش هتقعد معانا كده نص ساعه، هتلاقيها بسم الله ما شاء الله بقت زي الفل. طب انا عايزه بلاستيك فيلم. تمام. تعالوا بينا بقى ايه، لازم تتغطى طبعا بالبلاستيك. والبلاستيك ليه او غطى محكم على العجينه ليه؟ احنا عايزين نحبس الحراره والدفى اللي هي فيه ده ونكتم عليه بحيث ان هو يعمل لها مناخ دافي، فالعجينه تخمر اوام والخميره اللي محطوطه فيها تبتدي تنشط كده وتخمر معانا اوام اوام. خلاص بعد ما العجينه تتغطى كويس قوي وتتقفل كويس قوي، تحط في مكان، ممكن ظرفة مطبخ، ممكن عارفين انتوا الظرفة اللي بتبقى او الدرج اللي تحت البوتاجاز ده تحت الفرن، ممكن نحطها في اي مكان مقفول بحيث ان هي تحتفظ بالحرارة بتاعتها فتخمر بسرعة. طبعا الجو حرر فمش تاخد وقت خالص، نص ساعة بالكتير هتلاقيها خمرت وارتفعت معاكي وبقت بالشكل ده. بصوا عالية خالص اهي. هبتدي بقى ايه اخدها ونكورها او نقسمها كور، بس قبل ما اقسمها كور انا عايزه ايه ادخل حاجه منهم الفرن علشان تستوي واحنا واقفين. تاني معلش، نقول تاني ايه، هجيب طبق كده غويط علشان اعمل فيه الخلطه. طيب هحط اللبن، احط رشة القهوة سريعة الذوبان، احط كمان بضاية، وهدي رشة بسيطة خالص من السكر، وابتدي اضربهم كويس. ودي هتكون الخلطة اللي هندهن بيها وش المعجنات بتاعتنا والفطاير بتاعتنا. النهاردة حبيت ما اشكلش الفطاير تشكيل معين، هنعمله كده زي الكب كيك
عشان الولاد رايحين النادي، رايحين المدرسه، عايزين يتعشوا بالليل كده، ومش عايزاهم يبهدلوا الدنيا. فالحاجات الصغننه دي بتبقى لذيذه جدا، يمسكوها بايديهم كده وياكلوا على طول، هتبقى حلوه قوي. فهبتدي كده ادهن الاطراف بتاعتها عشان تحمر كده وتلمع وتدينا شكل حلو. الكلام ده امتى؟ بعد ما تخمر التخمير التاني، اللي هو بعد التشكيل بسيبها تخمر في مكانها بقى بعد ما شكلتها. اي تشكيل انا عايزاه، حتى لو عايزه اعملها عباره عن كور، تمام؟ بسيبها تخمر وبعد كده نبتدي ندهنها. واكون طبعا مشغله الفرن بتاعي على اعلى درجه حراره، ومشغلاه لو بيسمح الفرن بتاعي انه يشتغل فوق وتحت، فانا بشغل فوق وتحت، فوق بس او تحت بس. يبقى الاول بنشغل تحت على درجه حراره عاليه جدا، يسخن الفرن، بدخل الفطاير بتاعتي، ولما الاقيها خلاص ابتدت تحمر من تحت كده بطفي تحت واشغل لها الشواية عشان تاخد لون من فوق. انا الوش بتاعها عشان تدخل كده الفرن تطلع بقى ايه، متحمره وبتلمع وشكلها يفتح النفس. يلا بينا. الرف او الشبكه مقربينها لتحت شويه، تمام، وهبتدي احطها واقفل عليها، ويلا ان شاء الله تطلع كده بالف هنا وشفا. تعالوا بينا بقى نرجع ايه بعد ما عجلنا العجينه والعجينه خمرت. دخلتوني الاسترتش، طيب تمام، ما ينفعش ابدا العجينه تتساب ايه مكشوفه علشان وشها ما ينشفش، ده لو حتى خمرانه، وعلشان كمان تسرع من عمليه التخمير. نسيت اقول لكم حاجه مهمه، ان الطبق اللي بتاع التخمير ده لازم يكون مدهون بالزيت، دهنه بسيطه ومش كتيره، علشان يساعد العجينه هي ما تلزقش فيه، ولما اجي انزلها تنزل على طول. كده غطينا الطبق، تمام، عشان ما يدخلوش اي هواء ويحفظ الحراره جوه. طبعا يفضل كمان تكون فوطه نظيفه ويتغطى بيه، الفوطه كمان بتدفي اكتر او بتعمل المناخ الدافي اللي احنا عايزين نحافظ عليه. ميزه الفطاير بقى انك انت تحطي فيها اي حاجه انت بتحبيها، اي نوع جبنه انت بتحبيه، تمام. عندك جبنه رومي قبل ما تنشف مثلا حطيها، جبنه شيدر ماشي، موتزاريلا طبعا، ادي فلفل الوان، وادي زيتون اسود او اخضر، اهم حاجه يكون طبعا من غير البذر. قطع بسطرمه لو متاحه، مش متاحه مفيش مشاكل، ممكن زي ما بنقول دايما اي حاجه من اللحوم المستويه، ممكن تونه، بصوا يعني اللي انتوا حابينه تقدروا تضيفوه. انا كده خلطت الحشوه عشان تسهل عليا اخد منها بالمعلقه واحشي على طول، تمام. ادي الحشوه خطيره. تعالوا بينا بقى نتعامل مع العجينه. العجينة زي ما قلنا خمرت وتضاعف حجمها. تاني مرحلة ان انا ببتدي اعملها كور، فاخد منها جزء كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عملته كده ايه زي حبل تخين شوية بالشكل ده. تعالوا بينا بقى نجيب السكينة علشان نقطع العجينة بتاعتنا لأجزاء بالشكل ده. بعينينا كده المجردة هنبتدي ايه نقسطها او نقسمها كده، وبعدين ناخدها نعملها كورة. نبتدي بقى ايه اقفل الكورة كده، واخدين بالكم يعني اهو بقت معانا بالشكل ده. بناخدها بقى ونعملها كده او على ايدينا، الاسهل لك واللي انت بتعرفي تعمليه. بقت كورة ملساء بالشكل ده. خلاص هنا بقى نحتاج مثلا صينيه، نحتاج بلانشه، نحتاج اي حاجه نرص عليها. اهم حاجه ان احنا نديها بقى رشه من الدقيق عشان ما يلزقش العجين عليها، ونبتدي نرص كده ايه الكور بتاعتنا، كور متساويه زي ما انتم شايفين كده، تمام. وبعدين نغطيها ونبتدي نشتغل في اول كوره عملناها. ليه؟ علشان هتكون خلاص ارتاحت واقدر ان انا افردها واتعامل معاها بكل سهوله. يعني اول كوره دي اللي انا عملتها، على بال ما اخلص كل العجينه اللي معايا هتكون دي اكتر واحده ارتاحت، فابتدي اخدهم تاني بالتدريج، الاول فالتاني فالتالت وهكذا. عرفنا هنكور العجينه بتاعتنا، ولازم في كل المراحل تبقى متغطيه، واخد منها وهي متغطيه.
بعد كده هنعمل ايه؟ الكور ارتفعت بقى، يعني هي ارتاحت وما شاء الله كبرت بالشكل ده. هبتدي بقى اهو زي ما انتم شايفين متغطيه. هجيب قالب او صينيه الكب كيك، تمام، واحط فيها ورقه الكب كيك ده، خصوصا لو انا هدي للولاد معاهم هم رايحين النادي او في اللانش بوكس والكلام ده كله، فالورقه بتبقى لطيفه جدا ان هم يمسكوا بيها. واخد كل كوره وابتدي افردها وبايديا، احنا مش محتاجين اي حاجه خالص، تمام، بايدينا كده، واخدها اسكنها هنا، تمام، يعني اسكنها يعني احطها كده ايه، تبقى ساكنه كويس، نازله بقى كده ومتظبطه في قلب القالب. وبعد كده اخد من الحشوه واحشيها، تمام، بالشكل ده، توصى شويه ونسيبها بقى تخمر ويتضاعف حجمها كمان. يبقى نعمل كده، نفرد ونسكن، ايدينا كده ونظبط ونحشي. تمام كده اهو، اخر واحده نعملها وبعدين نطلع فاصل بالشكل ده. نسكن كده، باينه معانا بكل سهوله اهي. وبعدين نحشي. اكيد، حاضر. كده احنا خلصنا. طبعا ما نحاولش نوقع حاجه خالص، ولو وقع حاجه نشيلها علشان ما تلزقش وتبهدل الدنيا، وهكذا لغايه ما نخلص كل الكميه بتاعتنا. طريقه سهله جدا جدا ونتيجه ما شاء الله مضمونه. قبل ما نطلع فاصل برده انا عايزه اوريكم اللي دخلناها قد ايه العجينه بقت هشه قوي. طبعا شفتوها وهي داخله، بصوا بقت عامله ازاي. ده علشان احنا عاملين النهارده بالعجينه اليابانيه اللي عاملين لها محسن خبز، فطالعه معانا بجد بجد وهميه. طبعا زي ما متعودين دايما بنخبز يبقى نخلي بالنا علشان لو في ناحيه احمرت عن ناحيه فلازم نلف الصاج بالشكل ده. نقفل، هي قدامها بالظبط دقيقتين وتطلع. وكده نكون خلصنا وصفتنا للنهارده.